الخبر اللي أثر فيني هو الزبالة. الزبالة اللي أثرت فيني كثير. ليش؟ لأنه الدولة ما عم تشيل الزبالة، عم تاخذ مصاري الدولة لها هي، عم يسرق الدولة كلها من الشعب. الحل لها إنه تستقيل الحكومة. لازم الحكومة تستقيل فورا. يجيبوا حكومة شباب جديدة ويتولوا الأمر هن. بلد ما خلص زهقنا منها البلد، بس نحن كبار بالسن ما بقى فينا نظهر. لو انا بعدني شاب انا كنت هربت من هالبلد كلها، بس لانه صرنا كبار بالسن ما بقى فينا نروح محل. حياتي كتير صعبة بلبنان، يعني ما بعرف كيف هالعالم بدها تعيش وتأدي حياتها. هالعالم ما نعرفين، ما حدا مبسوط من هالبلد ابدا. نو كومان، مسكينة في 100 ريال ابدا.